صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان. ماذا أولا في العناوين؟ صباح الخير في هذه النشرة. إحياء الاستقلال من دون حكومة والخلوة الرئاسية في بعبدة سلتها فاضية. إمراد لصوت لبنان عن اجتماع اللقاء التشاوري بالرئيس المكلف. طلبنا امبارح، أنا شخصيا اتصلت وطلبت مرتين بمكتب دولة الرئيس الحريري، ما أعطونا جواب لا إيجابي ولا سلبي، ما عادوا ردوا. يشوع لإذاعتنا عن مخاطر الوضع الاقتصادي. في أزمة سيولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، ربما صارت موجودة بالقطاع المصري. آلية جديدة لتسعير الأدوية قريبا، والأسعار تنخفض بشكل كبير في الأشهر المقبلة بحسب حاسباني. الكتائب ترجئ الاحتفال المقرر بذكرى تأسيسها غدا بسبب الأحوال الجوية. سمعت بان ابل ا داي؟ اكيد من ايام المدرسه. لا، هالمره من بنك بيروت. ان ابل ا داي من بنك بيروت. بنك بيروت وماستر كارد عم بيقدموا فرص لربح اكثر من 50 جهاز ابل من هلا ل 31 كانون الثاني 2019. واللي ما عنده ماستر كارد، ما هو العرض للي ما عنده. اتصل هلا على 1262 لتقدم عليها فورا. شو قلت؟ دوا. بنك بيروت معك لابعد حدود. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. كان يمكن للبلاك فرايداي أن يكون اليوم على الرغم من سواد اسمه المساحة البيضاء الوحيدة في الزمن الأسود، لو أن في جيوب اللبنانيين ما يحتاجونه للاستفادة من العروضات التجارية المقدمة إليهم. أما وأن الحال هي ما هي عليه، فإن البلاك فرايداي زاد الأسود سوادا. فالحكومة وحتى إشعار آخر ممنوعة من الولادة بقرار صريح من حزب الله، وفترة الحمل مرشحة لدخول الشهر السابع خلال أيام قليلة على وقع أزمة اقتصادية متمادية وصلت إلى حد البحث عن التمويل اللازم للقطاع العام. مع ارتفاع النفقات المستجدة كالسلفة المطلوبة لتأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، والاعتماد الجديد المفتوح لتوفير الدواء للأمراض المستعصية، وانخفاض الإيرادات عما كانت عليه في العام الماضي على الرغم من الضرائب الجديدة المفروضة في موازنة العام 2018. وقد استدعى الوضع الاقتصادي المستجد إضاءة الضوء الأحمر عند المسؤولين، فانعقد اجتماع خصص للبحث في الشأن الاقتصادي بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي. تقرر أن يصبح دوريا لمواكبة الوضع الاقتصادي الصعب عن قرب، والبداية من الملف الحكومي. من دون حكومة احتفل لبنان بعيد الاستقلال 75، وأقيم في المناسبة عرض عسكري في العاصمة حضره أركان الدولة، وأعقبه استقبال رسمي في قصر بعبدة. وفيما غاب عدد من الشخصيات أبرزهم النائبان السابقان ولي جملاط وسليمان فرنجي عن الاستقبال، برز إعلان الرئيس حسين الحسيني مقاطعته لنشاطات الاستقلال التي وصفها بالنشاط البائس، وذلك مشاركة منه للبنانيين في شعورهم بأن الاحتفال بالاستقلال اسم بلا مسمى. وعقدت خلوة في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري. بري قال ردا على سؤال للصحفيين عن أزمة التأليف: ما في شيء جديد أبدا. أما الحريري فشدد على أن المشكلة ليست عنده، وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي النواب السنة المستقلين قال:
أين يوجد نواب سنة مستقلون؟ بدورها قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف مقربة من القصر الجمهوري في بعبدة لصحيفة الحياة أن لا مستجدات وأن المشهد الحكومي لا يزال يراوح مكانه. وزير الخارجية جبران باسيل تحدث عن أزمة التأليف. قبل العيد في حكومة؟ يلا إن شاء الله قبل العيد. القراءة السياسية مع عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي الذي انضم إلينا. صباح الخير دكتور عراجي. صباح نور لك ولا مستمعين الكرام. عندما لا يعترف الرئيس سعد الحريري بوجود النواب السنة المستقلين، ألا يكون بذلك يقفل الباب أمام الحل ويدفع الوضع العام إلى المجهول؟ هو مش عم ينكر وجوده، بينكر أنه هم مستقلين. كيف يعني فرق بين ينكر وجودهم وفرق انه ينكر وجودهم كمستقلين؟ هو نكر وجودهم كمستقلين لانه كل واحد منهم تابع ل او منضم لكتله، يعني تابع يعني منضم لكتله، يعني كل كتلهم تمثلت بالحكومه. هذا القصد. انا بتهيألي يعني بالنهايه هو ما عم يعترف لهم بحيثيه تتيح لهم ان يتمثلوا. لا مش يعني ما لانه بتعرف لو يعني لو فاتوا بالانتخابات يعني مع بعضهم يعني بي 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 لأنه بدي يعملوا تحالف بعد الانتخابات كان لهم حق يتمثلوا، بس هلا لأنه كل واحد من ضمنهم لكتلة وكل كتلة من كتلهم عم تتمثل. هذا الأساس عنا نحن. طيب والأساس الحل شو لما نوصل لهالنقطة هاي؟ والله الحل عند الحزب، يعني الحزب يسلم أسماء وزرائه وبكرة تنحل المشكلة، يعني بكرة تتلف الحكومة. هالقد سهلة شايفها؟ يعني أنا اللي شايفه أنه هو اللي عقدها، دائما اللي بيعقد هو لازم يحل. رئيس الحريري ما عقد قصة تشكيل، بالعكس يعني قدم تسهيلات كتير وقدم مش اسمه يعني وقت طويل يستنزف منه وهو يعني عم يتفاوض مع كل الأطراف السياسية، بس إنه بالآخر فترة ظهرت عقدة النواب المستقل النواب السنة كيف اللي يعني بيسموا أو ما يسمى اللقاء التشاوري كيف، هذا اللي عقد القصة. برأيك رح يعطيهم موعد لمجرد التشاور معهم؟ يعني طالبين موعد هني وبحق لهم يمكن هذا الشيء كنواب. والله ما عندي فكرة إذا رئيس الحريري إنه والله يعني بده يشوفهم ولا لا، يعني ما طرح ولا مرة بالكتلة السؤال هذا، بس يعني ما عندي معلومة بالنسبة للموضوع هذا. طيب هناك من يقول بأنه الرئيس الحريري قبل بما هو أصعب من تمثيل نواب اللقاء التشاوري اللي هو التعايش مع حزب الله بالحكومة. طبعا يعني كمان ما نحن يعني مش ناكرين وجود حزب الله، حزب الله يمثل يعني شريحة كبيرة من الطائفة الشيعية الكريمة، عشان هيك يعني نحن ما عم ننكر وجود أي مكون سياسي، بس المشكلة وين إنه النواب الستة هذي كانوا منضمين، يعني عندهم أوريدي كتل ما عدا اثنين يمكن مش ما عندهمش كتل، يعني فكل واحد راح على المشاورات سواء بالأسس الجمهوري أو سواء مع رئيس الحريري لوحده أو مع كتلهم. شكرا لعضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي. عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد كان تحدث لصوت لبنان هذا الصباح ورد على كلام الرئيس سعد الحريري الذي سأل عن وجود النواب السنة المستقلين. نحن نأسف على الكلام اللي عم يتفضل فيه دولة الرئيس. على كل حال قصة مستقلين أو قصة متوحدين أو قصة أي قصة تسمى البدخية أو الشكلية يعملها البريدة دولة الرئيس الحريري، لكن في 40% من الرأي العام السني انتخب 10 نواب، نحن 6 بحدود 22% من الشارع السني انتخبنا، من حقنا ومن حق هذا الشارع أن يتمثل بالحكومة، حق موجود لأن نحن ما بيجوز دولة الرئيس يظل يتصرف على هذا الأساس. مشروع الاجتماع مع الرئيس المكلف وارد أم أنه باب الوسط مسكرة بوجهكم؟ طلبنا مبارح، أنا شخصيا اتصلت وطلبت مرتين. اتصلت بمين؟ بمكتب دولة الرئيس الحريري، وبالتالي لم لا جاوبوا، قالوا رح نرد عليك جواب. لحد هلأ يعني بتعرف مبارح لما كانوا مشغولين بالاستقلال ناطر جواب إيجابي؟ ما أعطونا جواب لا إيجابي لا سلبي، ما عدوا ردوا. عم بيقول ما في نواب سنة مستقلين، يعني مش معترف بيقول يعني بيجوز أنا أقول كمان ما في رئيس حكومي، يعني شو المنطق؟ يعني شو في نواب؟ شو بده 6 نواب يسميهم كما يشاء؟ نحن منكلفه لدولة الرئيس يسمي كما يشاء 6 أو 6 نواب، بس ما بيجوز الرئيس الحريري يعتقد أنه طول ما هو ما قدرش جاب 27 نائب سني ما فيش نواب سني آخرين. غلط منه دولة الرئيس وغلط منه هلأ 6 نواب بغض النظر مستقلين أو غير مستقلين، نائب أي نائب طلب من رئيس الحكومة بده يلتقي فيه هلأ يتحمل مسؤولية دولة الرئيس إذا 6 نواب ما بده يعطيهم موعد.
في المواقف أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني استعجل ولادة الحكومة العتيدة. مطلوب تفاهم وتعاون وتقديم تسهيلات لأنه لبنان يأتي أولا واستقرار لبنان أولا فوق الاعتبار. النائب الياس حنكش توقف عند المستجدات الحاصلة. اليوم الضغط اللي موجود على الناس هو كافي انه يتنازلوا المعنيين بتأليف الحكومة، يتنازلوا عن حصصهم يلي بعد ما وصلت لمحل ويروحوا على حكومة اختصاصيين تكون على مستوى تحديات المرحلة ونقدر ننقذ البلد ونرجع نقوم بمؤسساته. الأمل موجود ولكن قرار سياسي بعد منه موجود. الوزير السابق ألان حكيم تحدث عن المطلوب للخروج من الأزمة. اليوم الحل الوحيد هو إعادة الثقة، الثقة بالاقتصاد اللبناني، وهالثقة بتبلش بموضوع الحكومة وببناء حكومة جديدة اليوم على قد المخاطر الجاية. وتوقف النائب إبراهيم كنعان عند تعقيدات التأليف. اللي بيعمل حل هو أنه كل الأطراف المعنية يتجاوبوا مع هالمسعى. يعني اليوم الوزير بسيل عمل مبادرة، لكن تسمير المبادرة يبقى على الأطراف. ومن الفاتيكان هنأ البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي اللبنانيين بعيد الاستقلال آملا في أن تتحرك ضمائر المعرقلين لتأليف الحكومة. الراعي تطرق إلى العلاقة مع الفاتيكان. ما بعرف ليش اللبنانيين بردهم يقولوا في خلافات ما خلافات، يحكوا البدون إياه، بس نحن بنعرف شو في بيننا وبين البابا. العلاقة أكثر ما بيتصوروا ممتازة. كنت بتمنى كل الناس يكونوا مشاركين معنا ليدركوا إداي الفاتيكان والبابا إداي بيحبوا لبنان وإداي بيطلعوا علي بهالدور الكبير، كما وأنه إجا على ذكر كل الناسحين واللاجئين إلى لبنان وهو مدرك أنه أكثر من نص الشعب اللبناني وتعجب من المحبة اللبنانيين كيف استقبلوهم، ولكن كمان عبر عن ضرورة أن يرجعوا إلى أراضيهم. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي غرد خارج السرب واعتبر أن ما يسمى عيدا للاستقلال في 22 من تشرين الثاني نتذكر فيه المقاومة الأكبر ضد الاحتلال الفرنسي أدهم خنجر وشهداءنا الأبطال. الحراك المدني أحيا الاستقلال على طريقته بمسيرة من المتحف في اتجاه ساحة الشهداء تحت عنوان الاستقلال عن الاستغلال. بحاجة نوقف ونقول كفى استغلال، نحن بحاجة لنعيش حياة طبيعية، نعيش أولادنا بهيدي الدنيا، مش بس نعلمهم يغنوا النشيد الوطني ويكونوا مبسوطين بنهار عيد الاستقلال، لا هو مش نهار نتذكره بالسنة، بالعكس لازم نتذكر إنه نحن قديه بحاجة لنستقل عن هذه السلطة لنقدر نأمن حياة كريمة للمواطن، نقدر نعيش ببلد بيحترمنا بأقل الأحوال. وفي المواقف الدولية هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبنان بعيد الاستقلال مؤكدا التزام بلاده الدائم تجاه لبنان وشعبه، وأشاد بالتقدم الاستثنائي الذي تمكن لبنان من تحقيقه من أجل الاستقرار. البابا فرانسيس أبرق لرئيس الجمهورية مهنئا بالاستقلال آملا أن يحقق اللبنانيون تطلعاتهم في الوحدة والسلام والعدالة. وفي إطار نشاطات الاستقلال أزيحت الستارة عن النصب التذكاري لإنشاء غابة أرزي شهداء فجر الجرود على تلة الصليب في راس بعلبك. وفي طرابلس جابت مسيرة تحمل علما لبنانيا بطول 1500 متر شوارع عاصمة الشمال. على صعيد آخر لم يمر تمنع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن مصافحة السفير السوري في قصر بعبدة مرور الكرام عبر مواقع التواصل، إذ بادر ناشطو قوى الثامن من أذار إلى التغريد انتقادا عبر هاشتاغ ولد لو حكمت بلد الذي تحول إلى الترند الأول في لبنان. والآن إلى تغريدة الصباح. بمناسبة عيد الاستقلال انتشرت التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علق على اختيار شركة ألفا النشيد الوطني اللبناني كموسيقى عند كل اتصال هاتفي في يوم الاستقلال، وكتب على حسابه على تويتر: إننا نشكر شركة ألفا التي أحبت أن تطربنا بالنشيد الوطني اللبناني في عيد ما يسمى بالاستقلال، على أمل ألا تفرض علينا في العام القادم نشيد القتل، نشيد البعث السوري أو نشيد جمهورية الفرح، عانيت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل غرد من جهته على حسابه على تويتر كاتبا: بتحب لبنان
ناضل كرمالو. بعد الفاصل الكتائب ترجئ احتفالها. مسافرين الكرام، منرحب فيكن على متن الخطوط الملكية المغربية ومنعلنكن عن بدء تخفيضاتنا الكبيرة على تذكركن. حجزوا راونتريب على كازابلانكا قبل 30 تشرين الثاني ابتداء من $569 بس. المقاعد محدودة والعرض خاضع لشروط الخطوط الملكية المغربية. تصلوا فينا اليوم أو بوكالة سفركن. الخطوط الملكية المغربية، أجنحة المغرب. لبناني وشايف حاله بأسعاره عند لو شاركوتيه، مع كل قالب عكاوي قالب دوبل كريم مجانا. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المحررين في انتخابات نقابتهم؟ أين أصبح مشروع النقابة الجديد؟ ومتى تصبح نقابة للجميع؟ نقطع السطر يفتح الملف مع المرشح لنقابة المحررين الصحفي أندري أصاص ومعنيين، الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نولي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. شرح الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي في حديث لصوت لبنان هذا الصباح المخاطر المحيطة بالوضع الاقتصادي والمالي. كل الأزمات الكبرى في العالم كانت دائما أزمات مالية، وواقعا المالية العامة في لبنان محاصرة، محاصرة بالدين المتراكم، بعجز الموازنة بال 2018، بعجز الميزان الجاري بميزان المدفوعات، بالنمو الضعيف، محاصرة أيضا بتراجع التحويلات من الخارج، يعني من الأجراء اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين في الخارج، وأيضا تراجع الاستثمارات الأجنبية يعني الخارجية ثم الصادرات، وأيضا تراجع الاكتتابات بسندات الأوروبوند بالخارج. بسبب شو؟ تراجع سعر الإصدار وسعر التداول ببعض الأسواق المالية الخارجية لهذه السندات. هذا يلي خلى البنك المركزي حقيقة أنه يمشي ببدعة إبدال دين على الدولة اللبنانية بالليرة بدين على الدولار. يعني هو كان حامل سندات دين بالليرة على الدولة، بدلهم بسندات هيدي مؤخرا بسندات بالدولار روبوند يعني، وحملهم للمصارف بواسطة طبعا فوائد كتير مغرية، وأخذ بالمقابل مزيد من أموال الناس يعني من ودايع هذه المصارف. وهذا كمان يلي خلى البنك المركزي بالاجتماع الأخير مع رئيس الحريري بحضور وزير المال، هو يلي كمان أظهر عن تردد كبير في إقراض الدولة بالدولار لسببين. السبب الأول أنه ما بقى فيه الكم الكافي من الدولارات المتوافرة، ثم يريد أن يعني يحتفظ بما تبقى له من احتياطات لديه، مش لقلو هودي كمان أخذوا من البنوك بخصوص الناس من ودايع الناس، تيستمر طبعا بدعم سعر ثابت لليرة. واقترح أنه يقرض الدولة اللبنانية بالليرة بالخزينة يعني بالليرة، ولكن بفوائد عالية. وهذا بيأكد عشان كمان شغلتين، انه كمان الليرة ربما ما عادت متوافرة، وربما يضطر الى اللجوء الى الطبع الليرة يعني. وهذا كله بيأكد انه في ازمة سيولة، في ازمة سيولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، ربما صارت موجودة بالقطاع المصرفي. هلا بدنا نحكي بحال ما رح يعملوا شيء منه. القطاع الخاص اللبناني اليوم ما عنده القدرة بقى المالية ليفوت بشراكة بموضوع الخدمات العامة ويخفف من العجوزات مثلا كهرباء عن الخزينة إذا هو في الموازنة، إذا هو مثلا أخذ على عاتقه. طيب إجت شركات أجنبية، يعني إجت السيمنز قلت لهم بعملكم هالكهرباء بلبنان وبدفع لكم، ما بده. إجت شركة التوتال قلت لهم بعطوني هالنفط بلبنان وبدفع لكم، كمان ما مش الحال. معناتها انه عبثا نتكلم عن حلول جذريه، لانه ما غير وارده، بقاموس غير وارده الحلول الجذريه. الحلول الجذريه يعني فعلا وقف الهدف في الماليه العامه ووقف الفساد في الماليه العامه ووقف الصفقات.
قرر حزب الكتائب اللبنانية تأجيل مسيرة المشاعل وسط بيروت والاحتفال أمام البيت المركزي في الصيف بمناسبة الذكرى 82 لتأسيسه، والذي كان مقررا بعد ظهر غد، إلى موعد يحدد لاحقا بسبب رداءة الأحوال الجوية المتوقعة. أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما حدث في الرملة البيضاء من فيضان للمجارير، وأشارت إلى أنها قامت بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بأعمال صيانة لمحطة الرفع للمياه المبتذلة في الغبيري، لافتة إلى أن مسؤولية المؤسسة تنحصر في تشغيل محطة الضخ عندما تصل إليها مياه الصرف الصحي، أما إذا كانت هناك أسباب معينة تحول دون وصول هذه المياه إلى المحطة فلا علاقة للمؤسسة بذلك. حفر الآبار الارتوازية يكاد يستنفد الثروة المائية، كل التفاصيل مع تراز الخوري. حفر الآبار بطريقة عشوائية في منطقة بيروت يعتبر بالنسبة للمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بمثابة حلول مؤقتة، ولكن هذه الثروة المائية ضربت نتيجة الحفر العشوائي، ما أكده خبراء بيئيون عبر صوت لبنان. الناشط البيئي رولان نصور: أول شيء لازم نأكد أنه ثروة المياه الجوفية هي الثروة المائية الأكبر بلبنان، بتشكل ما يفوق 50% من مياه لبنان، وبالتالي هي المصدر الأساسي لتأمين مياه الشرب والمياه النظيفة، لأن الخزانات الجوفية هي خزانات طبيعية للمياه. إنما اللي عم بصير بلبنان هو حفر للآبار عشوائية من دون أي تنظيم من قبل الدولة اللبنانية. اليوم في ما يفوق 60,000 بئر ارتوازي منه مرخص، ما منعرف كيف المي عم بتروح منه، ما منعرف كمية التلوث، كمية الهدر اللي عم بتصير من هالآبار. فهيدا الشيء بيتطلب إعادة تنظيم لقطاع المياه الجوفية لنوصل لوقت تكون هيدا المياه عم بتأمن ما يكفي من المياه النظيفة للمدن والضياع اللبنانية. مصادر بيئية مطلعة أشارت إلى أن الثروة المائية تستنفد نتيجة الحفر العشوائي للآبار، وقالت المصادر لدينا حوالي 70,000 بئر جوفي، من بينها فقط حوالي 25,000 برخصة جدية، والأخطر من ذلك أن كثيرين يستخدمون هذه الآبار للصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلويث المياه. نصور يرى أن الحلول لا تكون لا بالآبار أو بالسدود، فكيف يرى الحل إذن؟ الحلول لحل الآبار هو بتطبيق القوانين، اللي هو أن يكون في أصول لحتى تم حفر الآبار. بكتير مناطق مش لازم يكون في حفر للآبار لأنه عم بتأدي لاستنزاف المخازن الجوفية، بمناطق تانية ممكن يسمح حفر الآبار، هذا أكيد كله لازم يكون مبني على دراسات معينة. حفر الآبار بطريقة عشوائية يهدد المياه الجوفية ويؤثر على المخزون المائي، فكيف ترى دولتنا أنه يساهم في الحل؟ سؤال برسم الأيام. تراز الخوري، صوت لبنان. أعلن وزير الصحة غسان حاصباني أن تعديلا في آلية تسعير الأدوية سيصدر قريبا، وستنخفض الأسعار في شكل كبير في خلال الأشهر المقبلة، وقال إن موضوع تخفيض أسعار الأدوية عملية تدريجية، لأن إطلاق الآليات في شكل مفاجئ قد يخلق خللا كبيرا ما يضر بالقطاع. أكدت ندوة الصيادلة في حزب الكتائب أن العمل النقابي هو شفافية ونظافة كف وبعد عن المصالح الخاصة، وحث المرشحان على لائحة النقيب غسان الأمين وهما مريخ صوب من مجلس النقابة وجو سلوم عن لجنة التقاعد، حث الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم يوم الأحد المقبل في 25 من الجاري في البيال، وأكد إكمال المسيرة واستعادة الحقوق والكرامة. أحبطت قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت محاولة تهريب لكمية كبيرة من المخدرات من لبنان إلى السعودية. توفي تلميذ ضابط هو أسامة حبلص نجل إمام مسجد الرحمن سابقا الشيخ محمد حبلص، وأصيب زميلان له نتيجة حادث سير مروع وقع على الطريق البحرية في الدورة إثر انحراف سيارتهم واصطدامها بحافة الطريق. التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مستهل الجولة العربية التي بدأها من الإمارات بولي عهد أبوظبي، الذي أكد دور المملكة المحوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. تجدر الإشارة إلى أن جولة بن سلمان هي الأولى له
بعد حديثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن وكالة الاستخبارات المركزية لم تتوصل إلى استنتاج حول ما إذا كان ولي العهد السعودي قد أمر بقتل خاشقجي. وعلى خلفية مقتل خاشقجي فرضت الخارجية الفرنسية عقوبات تشمل حظر السفر على 18 سعودياً، مشيرة إلى أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق. وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شدد من جهته على ضرورة محاسبة المسؤول عن قتل خاشقجي أيا كان، وأشار أمام مؤتمر دولي في روما إلى أن بلاده لا ترى أي تراجع في خلافها الحاد مع السعودية وأنها ستستمر في علاقاتها مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا تعتزم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 كما تطالب الولايات المتحدة. أوقف عشرات الأشخاص في بلجيكا إثر أعمال عنف وقعت قرب مستودع للمحروقات في إطار احتجاجات الستورات الصفراء، ووصف رئيس وزراء بلجيكا أعمال العنف بأنها غير مقبولة. تجدر الإشارة إلى أن الحركة المذكورة انطلقت في فرنسا رفضا لزيادة أسعار المحروقات. صوت مجلس إدارة شركة نيسان للسيارات لمصلحة إقالة رئيسه كارلوس غوسن بعد يومين على توقيفه في طوكيو بشبهات تهرب ضريبي وإساءة التصرف، كما أفادت وسائل إعلام يابانية. قتل شرطيان باكستانيان وأصيب حارس أمني في هجوم وقع هذا الصباح على قنصلية الصين في كراتشي وفق ما أفاد طبيب في مستشفى محلي. والآن إلى أخبار الرياضة مع نجيب قاعي. صباح الخير. بالبداية اليوم رح نكون مع الأخبار المحلية العربية الآسيوية. منبلشها مع راي باسيل داوود يلي أحرزت المركز الثاني ببطولة العرب الرمية المقامة بلوسيل بقطر، وهي احتلت هذا المركز خلف الكويتية اللي اجت بالمركز الأول. اليوم رح نشوفها بمسابقة الميكست مع ألا موسى. منتابع مع عملية كرة دوري المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي مع الفرق اللبنانية النجمة والعهد. النجمة رح يلعب إلى جانب الجيش السوري الوحدات أو الفيصل الأردني، بالوقت اللي العهد اللبناني رح يلعب إلى جانب المالكية البحريني السويق عماني والقادسية الكويتي. بأخبارنا الدولية رح نبلش مع دوري كرة القدم بالبطولات الأوروبية مع مباراة مهمة جدا رح بتصير بكرة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ربما المباراة الأبرز بالمباريات اللي رح بتصير بالبطولات الأوروبية مع عودة الروح لهذه البطولات من بعد مباريات المنتخبات. منتابع مع أخبار كرة السلة الأوروبية مع المباريات اللي كانت عم بتصير مبارح المساء. إسطنبول بيتغلب على داروسكا 93-88، أولمبياكوس على ريال مدريد بمفاجأة 88-83، فنرباتشي على مكابي، وبايرن ميونخ بيتغلب على غران كاناريا 89-74. وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو اليوم غير مستقر مع أمطار متفرقة والحرارة على الساحل 18 درجة. إذن إحياء الاستقلال من دون حكومة والخلوة الرئاسية في بعبدة سلتها فاضية. مراد لصوت لبنان عن اجتماع اللقاء التشاوري بالرئيس المكلف. طلبنا مبارح أنا شخصيا اتصلت وطلبت مرتين بمكتب دولة الرئيس الحريري، ما أعطونا جواب لا إيجابي لا سلبي، ما عدوا ردوا. يشوعي لإذاعتنا عن مخاطر الوضع الاقتصادي. في أزمة سيولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، ربما صارت موجودة بالقطاع المصري. آلية جديدة لتسعير الأدوية قريبا والأسعار تنخفض بشكل كبير في الأشهر المقبلة بحسب حاسباني. الكتائب ترجئ الاحتفال المقرر بذكرى تأسيسها غدا بسبب الأحوال الجوية. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار الثامنة والربع، قدمناها لكم من صوت لبنان.